يقول أخ السائل: ما تعريف الصيام؟ الصيام لغة الامتناع. إني نذرت للرحمن صوما، امتناعا عن الكلام، وهذا من ناحية اللغة. ومن ناحية الشرع، الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، والشهوة من غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. يكون ذلك مصحوبا بالنية، الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة. كلمة الشهوة تشمل قضاء الشهوة بالجماع أو قضاء الشهوة بالاستمناء عند الجمهور، لأن المسألة هذه فيها بعض الخلاف، هل الاستمناء يفطر أو لا يفطر؟ الجمهور على أنه يفطر، للحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وشهوته من أجلي. والشهوة هنا عامة، شهوة الجماع وشهوة الاستفراغ بصورة عامة. فالصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مصحوبا ذلك بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا كتعريف للصيام. ثم ملحقات تلحق بهذا التعريف، ما أدري لها أسئلة مستقلة أو ليس لها، لكن عموما تلحق بالطعام الحقن، هل تفطر أو لا تفطر. الحقن من المسائل النازلة التي لم تكن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لن تجد فيها نصا صريحا، لا من الكتاب ولا من السنة. فستجد أقيسة للعلماء، فسترى من العلماء من يقول: شيء دخل الجسم إذن يكون حكمه كحكم الطعام والشراب، وآخر يقول: لا، الطعام والشراب يتلذذ به وله مدخل معين، أما الحقن فيتألم منها وتدخل من غير مدخل الطعام والشراب. وسترى فريقا ثالثا يقول: نفرق بين الحقن المغذية كحقن الجلوكوز وبين الحقن المضادات الحيوية، فالأحوط لك أن تبتعد عنها إن استطعت إلى ذلك سبيلا، إلى أن تغرب الشمس. اضطررت إليها تناولتها، وإن استطعت المحافظة على صيامك حافظت، واقض يوما مكانا واحتياطا. هذا والله أعلم، هذا شامل لكل أنواع الحقن، سواء كانت الشرقية أو كانت الحقن التي في الوريد أو كانت الحقن التي في العضل. فأقول متمما للسؤال، سؤال تعريف الصيام: الامتناع عن الشراب، الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مصحوب ذلك بالنية. والحقن تقدم بيان القول فيها. ويجوز للمرأة أن تتذوق الطعام والشراب وهي صائمة دون أن يدخل شيء من ذلك جوفها، لتعرف أمالح هو أم ليس به ملح، كأن تفعل هكذا مثلا وبعد تخرج الذي تبزقه، لأنه شرع لنا أن نتوضأ بماء البحر، وأنت إذا توضأت بماء البحر وجدته مالحا. هذا وثم أبحاث أخرى ومتعلقات تأتي في مكانها إن شاء الله، كالحجامة والقيء والكحل وقطرة الأنف والفصد والتبرع بالدم ونحو ذلك، لعله يأتي في أسئلة إن شاء الله.